واهلا وسهلا عزام المشاهدين، ضابط عزام من قناه الشرطه والامن، وحلقه جديده. سلم يا رب. شو نشوف الحوادث عندنا هنا فوق على الجسر، الشاحنات خبطت في بعض وسكروا الطريق بالكامل، فانا جاي من طريق ثانيه فما تعطل علي اي شيء. المهم، النصيحه بدي اقدمها للضباط الامن والمرور اللي بيشتغلوا في تنظيم السير، وطبعا هاي الرسالة ايضا اكثر اشي هي للناس اكثر من ما هي لضباط الامن والمرور، لانه الامن والمرور مدربين على كيفية تنظيم السير. الله يعطيكم العافية الجميع وين ما كنتوا، لكن الرسالة اللي بدنا نوجهها للمواطنين اللي بسوقوا، اللي معه سيارة او الماشي او الراكب مثلا، سواء كان على بسكليت او على دابة او شيء، فاللي بدي أقوله للناس إنه دائما يكون في تعاون ما بين الطرفين، ما بين ضباط المرور وكذلك السيارات، وتنسيق مع المشاة. لما ضابط الأمن يوقف الحركة لازم الجميع يتحرك لحد ما إنه ضابط المرور يكله وين يروح وكيف يطلع من أي شارع يجي. اللي بصير دائما وبنلاحظه إنه اللي ماشي أو اللي مثلا بيكون بالسيارة بيكون مصر وبيجادل ضابط المرور في الوقت الحرج، بسكر الشارع على اساس انه يجادل ضابط المرور يقول له لا يا عمي انا بدي اطلع من هذا الطريق. طب الضابط بحكي لك روح من هذا الطريق لانه في سبب اللي بيخليه، هو مش يعني عشان مزاجه بقول لك تعال خلينا نمشي حركه السير من هون، في سبب او سبب اخر ما في مجال انه نناقش، وانه مش موقع نقاش وجدال نص الطريق. عندك مثلا سؤال عنه ممكن انك تتصل على المركز بعدين، يعني لو تاخرت 5 دقائق يعني عن المكان اللي انت رايح له، هذا لا يعني انه يعني طارت الدنيا. فلازم يكون متعاونين مع الضباط الامن والمرور يعني على اساس انه حركه السير تكون ماشيه بسلاسه. اذا انا بدي اوقف واجادل وانا يعني اعمل اسئله واجادل الضابط ليش الطريق مسكر او ليش مفتوحه او ليش كذا، يعني انت بتاخر في الناس غيرك بس مشان حضرتك يعني بدك تسال سؤال الان مش مكانه ومش زمانه. فإذا أنا واقف على شارع مثلاً وجيني شارع مثلاً تقاطع شارعين، وفي سيارة جاية من الشارع جاية باتجاه الشمال، أنا بدي أقول لهم مثلاً يروحوا باتجاه اليمين أو اليسار، خلاص وقف السيارة اللي جاية من الشارع الفرعي، أوكي وقف حركة السير بجميع الاتجاهات من الشارع الرئيسي اللي أنت عليه، وتأكد إنه ما في مرور وما في مشاة، وبعدين بتحرك السيارة اللي انت بدك تمشيها بالاتجاه اللي انت بدك اياه. واجب السائق السيارة المدني المواطن انه يتبع هاي التعليمات، وما تتحرك الا اذا ما قال لك الشرطي يتحرك. المسألة الثانية اللي لازم ننبه لها هذه للزملاء، انه مش مجرد انت واقف بنص الشارع معك الدورية ومعك الاضواء والازرق والاحمر وشغال الضوء وانت يعني لابس الفست بتاعتك واللباس الرسمي وكل يعني والناس على اساس انها شايفتك، هذا لا يعني انهم راح يوقفوا. ما راح يوقفوا بس مجرد انك انت واقف بنص الشارع ومعك الصفارة ومعك كل الاشياء الاجهزة والمعدات اللازمة لتنظيم السير، هذا لا يعني انهم راحين يوقفوا، لانه في عندنا كثير سائقين بيكونوا على التليفونات، بيكونوا ناس مش يعني بكون منتبه لشيء ثاني، يمكن انه يكون سرحان مش داري عن الدنيا وما بيشوف اللي هو يعني لا سمح الله خبط فيك او خبط بالسياره اللي امامك اللي انت موقفها. فتاكد انه حركه السير واقفه كامله لحد ما انه حتى تكون يعني باستطاعتك انك تحرك السير تنظم السير بشكل صحيح بدون اي حوادث. هذه مساله مهمه جدا، تعاون ما بين جميع الاطراف مهم كي يعني تمشي حركة السير بدون ما انه يكون في اي حادث او اي اصابات. ان شاء الله تكون يعني هذه المادة فيها يعني فائدة او تذكير، هي انا عارف انه الجميع بيعرف هذا الكلام، لكن يعني احنا بنحب من باب التذكير لي وللجميع انه نتعاون مع بعض، سواء كنا يعني شرطة او مدنيين نتعاون مع بعض. وبالنسبة للشرطي الله يعطيك العافية، يعني طول روحك على الناس، خليك يعني ما تعصب وما تصيح، يعني الناس لها ظروفها، بس يعني نفس الشيء بالنسبه للسيارات، انتم يعني قدروا الموقف اللي الشرطي هذا فيه، واقف على رجليه ساعات طويله بالبرد بالحر بالثلج بالمطر بكذا، يعني ما
مش الشيء المناسب له انه يوقف فيه، هو ما اختار هذا الشيء، يعني انه يعمل يعني لو كان عنده خاطره ممكن يكون يعمل شيء ثاني اللي يعني يساعد الناس فيه. لكن الوظيفة بتحتم علينا شو اللي نعمله، ونطلب التعاون من جميع المواطنين. يعطيكم العافية، وابعدوا عن سحب التناول الأطفال. بشوفكم مع فيديو جديد.